معانا على التليفون الأستاذ علاء سليم الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج ومحدثنا من دولة الكويت الشقيقة. أهلا بيك يا أستاذ علاء. ألو، معانا على التليفون أستاذ علاء سليم. أيوة أستاذ علاء، إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير استاذ يوسف، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك لله وشكر للبرنامج والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك علاء بيه، ويمكن زي ما بنقول المصاب واحد، يعني المصاب في الكويت نعتبره بالتاكيد كشعب شقيق هو مصابنا ايضا، ولهذا تم اعلان حاله الحداد في جمهوريه مصر العربيه لمده 3 ايام. يعني مهم جدا ان احنا نتكلم على الجاليه المصريه في الكويت، كيف تلقت هذا الخبر، وايضا اشقائنا الكويتيين كيف يتلقون هذا الخبر. الحقيقه يا استاذ يوسف، احنا تلقينا الخبر بحزن شديد، واحنا بدايه بننعي انفسنا وبننعي طبعا يعني ابناء الجاليه المصريه في الكويت والشعب الكويتي الشقيق وحكومه دوله الكويت واسره ال صباح الكرام. الحقيقه الخبر يعني تلقيناه كامير حضره صاحب السمو أمير دولة الكويت رحمة الله عليه. الحقيقة كان الأمير الوالد، الأمير الإنسان اللي كل الجاليات اللي مقيمة على أرض دولة الكويت مش بس الجالية المصرية لا تنكر فضله، رجل يعني رجل العدالة، رجل الكرم في عهد. الحقيقة لم يحدث أي مواقف يعني مخلة بالجاليات، يعني أي أمور أو قرارات مقلقة لتواجد الجاليات بشكل سليم على أرض دولة الكويت. الحقيقة وفاته النهاردة كانت صدمة كبيرة، لأنه بنعتبره هو أمير العفو ورجل المواقف الإنسانية. يعني احنا فقدنا واحد من رجالات الحكم ومن حكماء العرب، واللي كان عظيمة مش بس في الكويت لكن في مجلس التعاون الخليجي وفي الدول وبين العربيات الإسلامية. المصرية النهارده بتعيش الحقيقة الإحداث بمعناه يا أستاذ يوسف. دي حقيقة، أنا بدون مبالغات بروتوكولية أو يعني تزيد في الوصف، لكن الجالية المصرية الحقيقة بتعيش من لحظة سماع الخبر بتعيش الحزن بمعناه، لأنه طبعا الحقيقة هو رمز. واحنا كنا نرى الرجل في المساجد لما الحقيقه في 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 رمضان او في 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 ايام الاعياد كنا بنرى الرجل بدون حراسه، يعني رحمه الله عليه، يعني رجل يعني له سمات شخصيه حتى مش بس يعني كحاكم وكزعيم عربي يشار اليه بالبنان، لكن لا هو يعني رجل مواقف جميله، يعني يتحدث عن الجاليات المقيمه على ارض دوله الكويت بشكل رائع، يسلم على كل الناس في المواقف والمنتديات العامه. لا الحقيقه احنا يعني فقدناه كرجل وكزعيم عربي، وزي ما احنا بنقول دايما ان في عهده ما كانش فيه ظلم يعني لاحد، يعني سواء مقيم او وافد او اي حتى حد من اهالينا في الكويت. فانا يعني بنتهز النتيجه الرائعه من خلال مداخله حضرتك، وان انا باسم الجاليه المصريه على ارض الكويت بنعزي ال صباح الكرام، بنعزي اهالينا الاشقاء في دوله الكويت، بنعزي ابناء الجاليه المصريه، وندعو له ان شاء الله بالمغفره باذن الله تعالى لما ابلاء من بلاء حسن خاص بنا كوافدين وكضيوف على ارض الكويت.